مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني يهدف لتعميق العلاقات الاستراتيجية بين الصين والدول الإفريقية، حيث يتم إبراز التراث الثقافي والمزيج الحضري للدول المشاركة في المهرجان. يتضمن المهرجان عدداً من المأكولات الوطنية وفرق الفنون الشعبية والأفلام السينمائية، إضافة إلى قسم للحرف اليدوية للدول المشاركة. تنطلق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني لاتين أمريكي في الفترة من 25 وحتى 31 من شهر أكتوبر. من المقرر أن تقام الفعاليات في القاهرة والأماكن الأثرية بالقاهرة، إضافة إلى محافظتي الأقصر والإسكندرية، نظراً للنجاح الذي حققته الدورة الأولى من المهرجان العام الماضي. يشارك في هذه الدورة 27 دولة من إفريقيا والصين وأمريكا اللاتينية في العروض الاستعراضية والأفلام السينمائية والإكسسوار والحرف اليدوية والفنون التشكيلية. يأتي المهرجان في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة مع وزارة السياحة والثقافة والآثار والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة. يشارك في المهرجان 26 فرقة للفنون الاستعراضية من إفريقيا، إلى جانب فرقة مكونة من 60 عضو من الصين وثلاث فرق من مصر، منهم فرقة الفنون القومية. يضم المهرجان 20 فيلما ما بين الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والوثائقية من 18 دولة. برحب بحضراتكم مرة تانية من جديد، وزي ما بنقول دايما انه وعايز اكرر الكلمة دي كتير مع حضراتكم، الثقافة والفنون بترتقي الشعوب. صحيح، وتقال انه اطلقوا الفنون واغلقوا السجون. فكرة لما بتروح تشوف مشهد بديع في السينما او بتشوف او بتسمع لحن موسيقي حلو، ده بيهذب النفس، بيخليك تروح لعالم اخر، بيخليك تفكر بشكل مختلف. لما يكون عندنا ثقافات مختلفة موجودة وحضارات بتلتقي مع الحضارة المصرية العظيمة على أرض مصر، لازم كلنا نروح كأم وأب وأسرة، ناخد ولادنا نفرجهم على الإبداع اللي بيحصل ده. ده بالتأكيد هيغير فكر ونمط وإسلوب حياة، هيخلينا قدام نفكر بشكل صحيح. اسمحوا لي أرحب بضيفتي وضيفة حضراتكم، بشكرها الحقيقة جزيل الشكر إن هي موجودة معانا، المبدعة دائما الأستاذة سهير عبد القادر، مؤسس ورئيس مهرجان افرو شاينيز. اهلا بحضرتك يا فندم، صباح الخير. شكرا على الكلام الجميل ده. ابدا يا فندم، ده اقل ما يبقى من شباب كده يبقى حاجه جميله. اقل من حقك يا فندم. شكرا. احنا طبعا كنا بنتابع مجهودات حضرتك في مهرجان القاهره السينمائي الدولي، ويعني ما شاء الله كنت فعلا متميزه جدا، وكانت احسن دورات هي الدورات اللي كانت سهير عبد القادر موجوده فيها. فاحنا علشان كده متوقعين الخير جدا لافرو تشاينيز في دورته الثانيه السنه دي، والسنه دي كمان اعتقد انك عامله شيء جديد، ان امريكا اللاتينيه متداخله معانا بالظبط، وعنوان الدوره عنوان لطيف جدا، لقاء الموسيقى والفنون مع افريقيا والصين وينضم اليها امريكا اللاتينيه. مش عارفه انا حسيت بيها وانا يعني بوضب للدورة التانية، قلت ايه، انا عايزة الدنيا تفرح. شايفة كآبة، شايفة عايزة بوزيتيف انرجي. طب مين اللي احسن ناس بترقص في العالم؟ حسيت انه لاتين امريكا. لاتين امريكا. فقلت دانس بيفور ذا ميوزك از اوفر، الحقوا غنوا ورقصوا قبل ما الموسيقى تقف. لا ان شاء الله عمرها ما هتقف باذن الله، بالذات في مصر. ان شاء الله مصر جميله، وكلنا هنبتسم، كلنا هنفرح. يعني ميزه المهرجان ده ايه؟ ما فيهوش لجان تحكيم مثلا. ما فيهوش في افلام، انما ما فيش تحكيم للافلام، ما فيش مسابقه للافلام، يعني الدنيا مفتوحه. فاهم ازاي؟ يعني ما فيش عقد معينه، للمتعه فقط. ومتعه بقى الجمال بقى السنه دي ان هنمتع معانا مين؟ اولادنا من ذوي القدرات الخاصه. لان انا خدت على عاتقي ان مفيش مهرجان هحط ايدي فيه
غير لما احط حته في مواد خاصه بيهم يا فندم، يعني افلام بتخاطبهم في افلام في لا في عاملين سوق بيحطوا الاكسسوارات بتاعتهم وعلى فكره الاكسسوارات دي من عندهم وبعدين انا بشجع ان الناس تيجي تتقابل معاهم وتشتري منهم، في دمج بينهم وبين المجتمع، لان زمان احنا كنا او الاهالي يمكن كانوا قافلين عليهم. لا ما تتكسفوش منهم، احنا اللي معاقين طبعا، هم جمال. لا انت اصل بص يعني ما تتقرب منهم كمان هتحس بسعاده غير عاديه. وهم سبب للخير، احنا سبب يعني واحنا بنقدم لهم على شاشه الثانيه الحقيقه برنامج خاص بيهم كلنا واحد بالزبط. فاحنا يعني عارفين قد ايه هم سبب للخير في اي عمل. حضرتك كمان عامله ملتقى اولادنا كانت دورته الاولى هذا العام بالزبط. فده ملحق بقى بيه كمان، بتحاولي تدمجي كل الانشطه من ساعتها من ساعه اولادنا بنعمل لهم زي اسواق يعني يندمجوا مع المجتمع. فالمره دي عامل لهم ورك شوب انيميشن، مش يعني حته من المهرجان، هم ما لهمش دعوه بافرو تشاينا والغنى وده، انما هم قاعدين كده قاعدين بيتفرجوا، محطوط لهم مكان مخصوص كل يوم في الهناجر عشان يجوا يشاهدوا كل ده. الاماكن دي ببلاش يعني. استاذ سهير، لو جيت لفكره اندماج الثقافات مع بعض، وانا اعتقد انه الميديا مع التكنولوجيا الجديده في وسائل الاتصال خلاص بقت قربتنا من بعض جدا قوي، انما كمان انا استقطب هذه الفرق وتيجي عندي مصر ويحصل ميكس ما بين الفلكلور والموسيقى والفنون بتاعتي وهم، بيطلع حاجه وسط اكيد، بتطلع حاجه جميله. انت كل ده انت بتعرف الناس بالثقافات. انا مثلا يعني انت تتصور ازاي تروح افريقيا؟ مش هتقدر تروح افريقيا. كل الدول هتقدر تروح ساوث افريكا، مش عارفه كونغو، مش كل الدول دي هتقدر تزورها. لا هم جايبين الثقافه بتاعتهم، جايبين الموسيقى والغناء وجايبين كمان فيلم. فيلم ليه؟ فيلم عشان برضك اتعرف على الثقافه. انت كل السينما هي اللي بتوصل لك المعلومه عن اي بلد. القوى الناعمه اللي احنا بنقول عليها دي. فاحنا شغالين على كده. ف مش عارفه اقول ايه يعني. الصين احنا ايه ليه احنا بنقول افريقيا والصين؟ انا حسيت ان الدوله مهتمه، احنا بارت اوف افريكا او احنا قلب افريقيا، وعلاقتنا بقت كبيره جدا بالصين. صحيح. ودي كانت حصلت في 2016 بعد مؤتمر جوهانسبرغ. نعم. فعلى طول جات لي الفكره ان انا الله ده انا عايزه اقرب كمان. والتقريب لما بيبقى بالفن بيختلف تماما. فعرضتها على وزاره السياحه، فالحقيقه يعني في ثانية كان في موافقة، وفي ثانية العلاقات القوية اللي معايا كانت مع الصين هي دي اللي طلعت أفرو تشاينا. ما كنتش فاكرة ان احنا عملناها دورة تانية، انا قلت كانت دورة وخلاص، اتحطت دلوقتي في الأجندة السياحية. جميل. ان شاء الله اتحطت في الأجندة الدولية بعد كده المهرجان الدولي بإذن الله. هي دولية بس كل سنة قلت ايه، طب ليه انا افضل أفرو تشاينا؟ أفرو تشاينا لها العلاقات معينة. طب ليه انا مش كل سنة ادخل؟ السنة الجاية مثلا في المؤتمر الصحفي قالوا لي من الهند. قالوا ليه ما تدخليش الهند؟ قلت لهم السنه الجايه هيبقى في الهند، يعني واخده بالك. هتبقى زي نقول جاست اوف اونر، هي مش جاست اوف اونر بس عايزين يشاركوا معانا. وكل ده بيخدم للسياحه طبعا، سياحه وثقافه وفن كل حاجه. العروض يعني هتبقى بس في الهناجر ولا هتنتشر في محافظات مصر؟ لاول مره بقى. ايوه كده فكريني. كل السنه فاتت كانت في القاهره، فوزاره الشباب بالذات يعني الدكتوره امل جمال دي الصديقه العزيزه اللي هي بقول عليها عاشقه تراب مصر، فكرت قالت لي يعني ازاي نعمل، ازاي يبقى في فرق زي دي، واحنا السنه دي اسوان عاصمه الثقافه الافريقيه، ازاي ما ناخدش الافارقه ونروح بيهم؟ فهم اخذوا على عاتقهم. انت عارفه اما عايزه اقول ايه، لما بتشتغلي تيم ورك وتلاقي كل الوزارات بتتكاتف مع بعض بتطلع حاجه مختلفه. لازم كلنا نبقى مع بعض ونشتغل مع بعض. هياخدوهم على اسوان في ابي سمبل ان شاء الله، وكمان بعضا من الناس مش هقدر اقول ان دي زي الدعايه هياخدوهم اسكندريه. انا بدور على حد يساعد معايا، انا مش عايزه سبونسر فلوس، انا عايزه حد يقدم خدمه، ياخد وياخد ويقدم خدمه للبلد. مش يقدم خدمه للمهرجان. صحيح صحيح صحيح. يعني ومكاسبه كبيره على فكره جدا، او اتحط بانرز او اتحط لبلده. ولبلده يعني لبلده. يمكن هو يجيب سبونسر على حسابنا. بالظبط، بس زي بعض. يلا عايز اروح للجانب الثاني استاذ سهير، وهو
المشاركين بقى والضيوف المهرجان، الانطباعات يا فندم اللي بياخدوها، ايه الحوارات اللي بتدار في الكواليس؟ اعتقد رؤساء الفرق بيقعدوا مع حضرتك وبيحصل حوار، من فضلك اطلعينا على بقت علاقات جميله جدا. طب اقول لك حاجه، بعد ما عملنا اولادنا عشان اوريك ازاي انت لما بتحضن الضيف بيرجعوا، شوف بقى كم اما يبقى عندك مثلا 200 واحد جايين من فرق، كل دول رايحين ايه؟ سفره سفره لينا هيتكلموا عن البلاد الاخرى. يعني اما بعد ما عملنا اولادنا بصيت لقيت بالظبط بعد شهر لقيت الصين بعتالي الفرقه الجديده اللي هتشارك في مارس. يبقى انت نجحت ولا لا؟ طبعا نجحت انك بتوصل مصر امنه ولا لا؟ هو ده اللي انا عايزاه، مش عايزه حاجه تانيه. مستوى الفرق المشاركه بقى، احنا عندنا فرق الفنون الشعبيه وعندنا فنون تشكيليه وسينما، الفنون المشاركه في المهرجان ايه ومستوى الفرق؟ كلميني حضرتك عنه. بصي انا عندي السنه اللي فاتت كانت عندي 13 فرقه، السنه دي عندي 26 فرقه ما شاء الله، و لا 21 فرقه و26 دوله. يعني الصين مع 25 دولة أفريقية ولا؟ الصين الصين معانا إحنا وبقية الدول الأفريقية طبعا، ده بخلاف أمريكا اللاتينية كمان. أمريكا اللاتينية داخلة بثلاث دول، لا كله على بعض، أمريكا اللاتينية ثلاث دول مع بعض. ف يعني قسمتوا برنامجكم اسمه مصر الجميلة، وهي فعلا مصر جميلة طبعا. مصر في إحنا عاملين مثلا المؤتمر كان فين؟ في محمد علي، أحلى حتة في مصر أو واحدة من الحاجات الجميلة اللي في مصر. الافتتاح فين؟ في محمد علي برضك. عايز أقول لك بقى حاجة جميلة جدا عشان أقول لك من ضمن الحاجات اللي لازم تبتسموا فيها، إحنا الافتتاح في الكوريدور أنت عارفة الكبير قوي بتاع محمد علي اللي بالشجر الجميل اللي الشجر العالمي ده، هنعمل أربع أفراح. أربع أفراح هنقابل الناس بالزغاريد. عايزين الناس تبتسم. فرح مغربي بالهودج، فرح سوداني، تعبير عن شمال افريقيا وافريقيا الجنوبيه، فرح سوداني، فرح صيني، جايبين اللبس بتاعهم ممكن يبقوا عايزين نشوف التراديشن بتاع الناس دي شكلهم ايه. ده غير الفرقه اللي هتشتغل جوه. فرح نوبي، فرح مصري، اللي هي رسائل سريعه جدا. فانت بتستقبل بدل ما بنستقبلك مش عارفه ايه التراديشن بقى، واحده تنوره كلنا عرفنا التنور. خلينا نعرف اخبار الناس ايه، خلينا نعرف ثقافات الناس ايه. معرفش افكار ممكن تكون حلوه، لاني معايا مجموعه رائعه. انا قلت في المؤتمر الصحفي ان اللي بيشتغلوا دولت دي مش شركات، انا معايا شركات طبعا عشان تعمل اضاءه عشان ما كانوش شركات، كنت حاسه انهم بيشتغلوا بحب. والله والله ان كانت الورده لما يلاقوها كده يجوا يعني بقيت بصلهم كده مش مصدقه. فده الحب، الحب اللي بيطلع الحب لمصر. صحيح. يا رب يعني يبقى كلنا بما ان حضرتك ذكرت الشركات، كلمين عن الجهات الداعمه، وده من حقهم ان الناس تعرف قد ايه في عمل كبير. انا بتقولوا لي ان بتبقى يعني اقصد انه الجهات الداعمه فندم، يعني الدوله داعمه ازاي؟ الدوله طبعا وزاره السياحه، هي ده مهرجان وزاره السياحه. نعم نعم. وزاره الثقافه خالد جلال، نعم، اديني ساحه الاوبرا، الهناجر، الهناجر، السينما، اديني السينما، الدكتوره ايمان نجم، نعم، في العلاقات الثقافيه الخارجيه. مش قادره اقول لك عشان تجيبي فيز دلوقتي من الخارج للناس اللي بتيجي ازاي بيبقى في عرقله. هي كانت مع مع كل الدول رائعه. وبعدين بقى غير بقول لك مجموعه، احنا يمكن في وزاره السياحه كان مجموعه بتاعت 7-8 بيعملوا العمل الفظيع ده، ما بيناموش. بس عايزه اقول لك ايه، مش عايزين يروحوا، لو عاوزين الناس عايزين الناس يقولوا دي مصر. لو الناس في مصر عايزه تشارك بانها تشاهد هذه العروض وتستمتع بيها تعمل ايه؟ هتروح هل هي عروض مجانيه ولا عروض بتذاكر؟ مجانية. العروض مجانيه. عروض مجانيه، نعمل دعوه للناس كده نقول لهم من يوم ايه ليوم ايه؟ من يوم 26 لغايه 30 الهناجر مفتوحه، بس مش مش عشان ما تبقاش اذا يعني بس انا بحب الزحمه. مسرح الهناجر، مسرح الهناجر المكشوف بر يعني احنا عاملين بره، عارفه ليه؟ وعاملين عربيه مفتوحه. مش هنقل ولا فرقه
غير بالعربيه المفتوحه المكشوفه عشان مصر يشوف واعلام مصر واعلام الدول كلها عشان مصر امانه نقدر نمشي فيها وعربيات مكشوفه. مصر جميله فعلا. صحيح. وانا اتذكر ان مهرجان القاهره للسينما الدولي اتعمل في ظروف كانت صعبه جدا دي كانت ونجح. اسمها دوره التحدي. صحيح. بسميها دوره التحدي. صحيح. وبعديها استقلت على طول. ودي ان شاء الله هتكون دوره ناجحه اللي هي الدوره الثانيه. بس مش هستقيل. لا باذن الله. وهتعمل يعني باذن الله شغل جامد جدا إن شاء الله. تنسيق مع الامن. وهنجيب لكم الفرق هنا وكل حاجه. الف تنسيق مع الامن مع الاقامه لان تسكين كل الفرق دي لازم ده الامن واقف واقفه فظيعه. طبعا. والاوتيل واقف. بصي كل الناس وزاره السياحه من اول الوزير. عايز اقول لكم حاجه لذيذه كده جدا. انا اشركت الاولاد معانا قلنا ايه خليهم يجوا يشوفوا المؤتمر الصحفي. اولادي انا مسميهم اولادي. كان وزير السياحه كان صعب جدا انه يجي كان لسه جاي من ايطاليا وبعدين بيتكلم بقى بيقول لي ان شاء الله جود لك وكده. قلت له كان نفسي تيجي الاولاد بيحبوك قوي. قفل التليفون وبصينا لقيناه قدامنا. فعايز اقول لك ان في حاله حب ورساله. رساله مهمه. احنا بنخلص على الارهاب. ما بقاش عندنا ارهاب على فكره. مش عايز الناس تتكلم على الارهاب خالص عندنا. انا مش شايفاه. انا عايز اوعد الناس في وجود حضرتك وتبقى يعني يكون عندنا بوزيتيف انرجي من فضلكم انه هيكون هنا في مصر جميله فرقه يا جماعه من احلى واجمل ما يكون. احنا استمتعنا بيهم السنه اللي فاتت وكان معانا الفرقه الصينيه هيعملوا لنا شو رائع. وانا يعني لن انسى هذه الحلقه تحديدا. لكن على العموم نعود مره ثانيه لهذا المهرجان. كل دوره حضرتك بتحط عنوان والعنوان ده بتقصدي منه رساله مهمه سواء داخليا او خارجيا. كلميني من فضلك باستفاضه عن العنوان بتاع هذه الدوره. العنوان ده يعني يمكن قلتها في الاول ان انا عايزه الناس ما تحسش بكآبه. مش على طول كل السلبيات موجوده قدامنا. عارف انت لما تقعد تقول اصل انا عيانه اصل انا عندي مغص اصل انا موجوعه هتعي. صحيح. انا عارفه ان كل واحد عنده مشاكله. بس نحاول عشان عايزين نقف جنب بلدنا. نعتبر بلدنا عيانه وعندها سخونه ما نحطلهاش كمادات. صحيح. هي دي بقى اللي احنا بنعمله. كمادات ومش هنكل ولا هنمل. وهنستمر هي الفكره ان احنا هنستمر ودانس بيفور ذا ميوزك كله يجي يرقص. جميل. اللي هو مصر قادره ومصر حاضره قوي. وبعدين هو لما كانوا حاسين ان في ارهاب كانوا هيجوا بشناك. لو اوريكي بشناك ده على فكره من المكرمين. لو اوريك الرسائل اللي بيبعتها. انا عاشق لمصر. انا هقول لمصر فنان. انا لطفي بشناك. لطفي بشناك. يعني كل المكرمين. طب واقول لكم بقى حاجه كمان. يلا خلينا نتكلم عن المكرمين اللي عندك كويس. حته ظنونك. السفيره مشيره خطاب. نعم. تستحق بقى بعد جوله اليونسكو. تستحق. عملت منافسه جميله. عملت منافسه جميله وناجحه وبشرف. وهي ولمسيرتها المهنيه عامه يعني. واحنا كنا عارفين على فكره. من امتى كانوا خدوا حد من مصر؟ ما كان في بردك كان السفير الوزير فاروق حسني. كنا عارفين ومتاكدين. كانت حرب قويه جدا. ولا حرب ولا حاجه. ولا همك. بس مصر كانت مشرفه الدنيا. كانت السفيره مشرفه الدنيا. نعم. معرفش انا حاسه ان مفيش حاجه وحشه خالص. لا انا معجبه بحضرتك انك يعني نقلتي للمشاهدين صباحا كده طاقه ايجابيه من غير المهرجان ما يبتدي. بس كده. فده شيء جميل انه برغم احزانك الشخصيه ما كل واحد له احزان شخصيه. عندي مليون حاجه. واحنا عارفين ده. لكن برغم الحزن الشخصي الا انك عندك طاقة إيجابية بتنقليها لغيرك. لا أنا مش عايزة أداء حضرتك الصبح يعني. فالفرحة وطاقة الفرحة دي هتنقليها للناس سواء من خلال لقاء النهاردة علشان يجوا المهرجان وتبسطوا وتتبسطي معاهم لأنك بتعملي حاجة لمصر. طيب أنا عايز بجد ومستمتع جدا بوجود المعرض ده بإيدين ولادنا يعني واحتضانهم وإن إحنا دايما على طول بنفكر فيهم. وده كان فاتنا من زمن طويل قوي. الحاجات اللي بيقدموها الولاد. لكنه انا شايف انه ده كمان المعرض مش حزن لكنه فرحه لبلدنا الجميله. طبعا المعرض ده قصه. قصه تانية كبيره
خالص لاولادنا. وطول ما في اولادنا على فكره بتجيلك البركه. عايز اقول لك يعني. سبحان الله. اتفضلي. انا السبب في الموضوع. لا لا ولا يهمك. بصي على فكره هو حاضر، هو حاضر معنا طبعا طبعا. انا كنت عايز ادلل برضو ان يعني برغم حزنك الشخصي على زوج حضرتك، الا انك انت اقامتي ملتقى اولادنا وهتقيمي الافرو تشاينا في الدوره الثانيه. فده دليل على انه مهما كان احنا عندنا احزان شخصيه مش هترقى لهذا الحزن، ومع ذلك احنا مستمرين. هي مصر، مصر بتقف قدامك فانت بتكملي. ده صحيح صحيح. وده دور عظيم جدا. احنا عاوزين نشوف بقى المميز في الفرق دي. حضرتك شفتيها السنه اللي فاتت وكانت مبدعه جدا، واحنا شفنا فرق مختلفه. هي فرق مختلفه، بس انا بشيد كمان بالفرقه بتاعت السودان. مش قادره اقول لك بيوضبوا نفسهم ازاي. يعني متوضبين كل شويه، يقول ايه احنا مش عارفه بنعمل. يعني المسجات اللي بتجيلك مشتاقين للمشاركه. مش معقول. يعني لما انا اتاخرت، لان هو كان في يوليا السنه اللي فاتت، كان في يوليا، لما اتاخرت السنه دي وعملت، قلت بلاش الصيف عشان ما تبقاش الدنيا حر. فين افرو تشاينا؟ فين افرو تشاينا؟ وبعدين الصين نفسها طالبه ان افرو تشاينا ده يروح الصين. يعني هو في حاجه، هي مصر لما بتعمل حاجه ناجحه الناس كلها مصر قادره على ده. طول ما حضرتك موجوده يعني طول ما حضرتك موجوده واسم سهير عبد القادر. لا لا بجد ده عنوان للنجاح، لانه المجهود لازم، يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله. شكرا. ده بالتاكيد يعني. فبالتاكيد انا بشكر حضرتك. شكرا جزيلا، نورتينا. قاعده جميله جميله، بس انا اسفه. لا ابدا، انا اللي بعتذر. وبجد يعني استاذ سهير، انا دعوه مفتوحه من مصر جميله لحضراتكم، من فضلكم روحوا دعموا بلدكم، فرجوا على بديع الفنون في هذه، ويدعموا الولاد، ويدعموا يشتروا منهم الاكسسوار الجميل اللي انا لابساه. دي حاجه جميله قوي. واللي مدي الطاقه الايجابيه للسهير النهارده. فهاتوا الاكسسوار ده من اولادنا علشان كلكم تدمنوا طاقه ايجابيه. نورتينا يا فندم. شكرا. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. نخرج لفاصل مع حضراتكم، بعد الفاصل ان شاء الله هنلتقي وفقرتنا الثانيه. وايه بقى حكايه ابو الهول الثاني دي؟ انا اعرفها بعد هذا الفاصل.